في إطار الاهتمام المستمر بمختلف مظاهر التراث غير المادي الذي تزخر به جهات المملكة عموماً وجهة سوسماس خصوصاً، شارك عدد من الفنانين الذين بصموا مسار في النرويس طيلة عقود داخل سوس أو خارجها، وذلك في ثلاث سهرات كبرى تتوج باستضافة خاصة لأيقونة المجموعات الغنائية بسوس عبد الهادي كوت رئيس مجموعة زارن. طبعا الهدف من تنظيم هذا المهرجان وهذه الدورة على غرار الدورات السابقة هو صيانة والحفاظ على التراث اللامادي، ولكن أيضا تعليم ونقل الأجيال يعني والأطفال والشباب الصغار عبر تنظيم ورشات تكوينية في هذا المجال، إضافة بطبيعة الحال إلى تقديم هذه الفرجة لأن هذا فن ديال الفرجة. مهرجان روايس يسعى إلى الحفاظ على هذا الموروث التقليدي الأصيل وتعزيز حضوره وإبراز خصوصيته في المشهد الثقافي المغربي. هذا المهرجان الذي يعتبر تراث ثقافي أصيل، يعتبر من بين العناصر المشكلة للثقافة المغربية المتنوعة والمتكاملة في نفس الوقت. هذا التراث له رواده، له رواده من النساء وله رواده من الرجال، ظلوا يحافظون عليه. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة تكريم علمين من أعلام فن الروايس الذين تعاطوا لهذا الفن منذ بداية القرن العشرين، ويتعلق الأمر بالفنان الحسين إيت المودن المعروف في الأوساط الفنية بالحسين صالح، والفنانة الملقبة بفاطمة بالعيد. يسبق ذلك إجراء مسابقة للروايس الشباب في دورتها الرابعة، كما يسعى المنظمون لعقد لقاء علمي مهني لطرح موضوع فن الروايس وسؤال التجديد.